ايضا الى جانب ايضا اللاعب فهمي دوربين في قلوب دفاع المنتخب العماني. الكره بتتحول الى شوف الانطلاقات، شوف الكرات المرتده، شوف الحلول الفرديه، شوف الرقم 20 صلاح اليحيائي، شوف ذكريات عماد الحسني. الكره تصل فيها مرور، فيها تصويبه يا رباه. انظر إلى الرقم 20، انظروا إلى من يريد أن يفعل ما كان يفعله عماد الحسني بالنسبة للمنتخب العماني، إلا إذا استطاع أن يغير الشكل في آخر 10 دقائق. تركيز عالي، المحاولة فيها مرور، فيها حل فردي، فيها صلاح، فيها الصلاح، فيها اليحيائي، فيها ركلة جزاء، فيها ركلة جزاء، بركلة جزاء لم تسجل بعد، لكن الله يا صلاح. عماد الحسني عاد فجأة، عماد الحسني ظهر فجأة، تلاعب بالأول، تلاعب بالثاني، ماذا فعلت يا ضرغام؟ يسقط صلاح اليحيائي، يحصل على ركلة جزاء لمصلحة المنتخب العماني. شوط أول لم يهددوا فيه رمية. شوف شوف صلاح اليحيائي هنا، يا لا لا لا، صلاح لعيب، صلاح لعيب، نعم صلاح اليحيائي لعيب في هذه المباراة، لم يكن يريد أن يخسر. انظر إلى كرة من بين الأقدام، انظر إلى الممتع، انظر إلى صلاح الذي ظهر في لقطات مهمة في الشوط. نشاهد الآن اليحيائي يتقدم، اليحيائي يتقدم، بيلعب لك كرة، مستحيل مستحيل. تحيا عمان، تحيا السلطنة، تحيا يا صلاح. اليحيائي في آخر فرص خليجي 25 في البصرة يعود بعمان مرة أخرى. جماهيرهم لم تخرج، انتظروه، وصلاح لم يخذلهم، عاد بهم.